بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه، الف 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 مبروك لاخواننا التوانسه لفوز المنتخب التونسي على المنتخب العماني 2-1 والوصول لدور 4 في انتظار الفائز من مباراه مصر والاردن. بس في شويه كلام كده عايزين ندردش مع بعض، يعني تسمحوا لنا. انا معلش في سؤال عايز اساله، بس سؤال محرج شويه. هي تونس ما فيهاش حارس مرمى؟ ما انا عايز افهم برضو، يعني هي تونس ما فيهاش حارس مرمى؟ يعني الدوري التونسي كله ما فيهوش حارس مرمى كده بارز ينفع يلعب المنتخب تونس؟ علشان معلش موضوع حراسة المرمى ده مشكلة من أيام آلان جريس. يعني منزل كبير مدرب على قده، ماشي فيها بنور الله، بس الأمانة بتاع ربنا برضو الفرقة ناقصة جون، الفرقة ناقصة جون ناقصة جون. يعني ماتش سوريا الكرة متشاطة ضعيفة دخلت في روبن مصطفى، النهاردة الكرة متشاطة من بعد نص الملعب وكرة تطلع عادي، معز حسن بسم الله ما شاء الله يعني بيتألق في أوضاعه العادية، اللي هو أوضاع معز حسن العادية تلاقي إن هو عمل أخطاء غريبة كده. يعني منتخب تونس في أمم أفريقيا اللي فاتت غير ثلاث حراس حرفيا، يعني بدا ببن شريفيه، بعد كده معز، بعد كده نهى في روبن مصطفى. اللي هو المنتخب التونسي بسم الله ما شاء الله، يعني يوم ما استقر على روبن مصطفى جه بطوله العربيه دي دلوقتي وقدم مستوى سيء، فرجعنا لمعز حسن علشان خاطر المنتخب التونسي اللي متسيد اللقاء من البدايه، والمحمد دراجر ناحيه اليمين اللي جه بديل لحمزه المنسوسي بعد اصابته، الراجل فرق جدا مع المنتخب التونسي، فرق جدا في شكلك الهجومي، فرق جدا في شكلك الدفاعي، لعيب بيديك تقل غير طبيعي ناحيه اليمين، امين بن حميد الناحيه الثانيه بيأدي بطوله مثاليه جدا المنتخب التونسي، خليك تقول الله كسبنا باك شمال اهو بديل لعلي معلول، او باك شمال نفس علي معلول ان هو يلعب. ياسين مرياح وبلال لعيفه بيقدموا اداء كويس، بس المشكله مش فيهم، المشكله وراهم، المشكله في الحارس اللي وراهم. نص ملعبك اللي فيه فرجاني وغلان شعلاني واستقرارك 4 2 3 1 حقيقتك عليها جدا بصراحه. يعني ان انا عجبتني جدا فكره 4 2 3 1، وعجبتني فكره ان انت بتبدل ما بين حنبعل المشبري ويوسف المساتني، واحد فيهم بيخش لجوه وواحد بيطلع على الطرف يساعد بن حميده عشان خاطر يلعب عرضيات لسيف الدين الجزيري، والناحيه الثانيه واخدها نعيم السليطي. فكانت فكره كويسه ان منتخب تونس اهو، يعني في شويه ملامح بدات تظهر اهو، بتلعب ضد المنتخب العماني. منتخب عمان عنده نقطه قوه وهو المدير الفني. المدير الفني بتاعه اللي هو السيد مش منزل كبير اكيد، يعني برانكو ايفانوفيتش، الراجل ده بيقعد يتفرج على الشوط الاول بمنظوره هو، الشوط الثاني بيجي يعرف مشاكل الفرقه اللي قدامه، يعني الشوط الثاني بيجي بيقرر ان هو خلاص انا هنزل الشوط الثاني هلعب هنا، هنزل الشوط الثاني هستغل اخطاء الخصم. في عز كل ده ربنا كرم المنتخب التونسي بقى وبيسجل الهدف الاول عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري طلعت له عرضيه جميله من بن حميده، الحارس امين من امين بن حميده، الحارس طلع غلط او حتى امين بن حميده براحتك، هو امين وخلاص لعب له عرضيه فبيقدر ان هو يسجلها، الحارس غلط فيها. المنتخب التونسي بعدها وصل للجون، وبقى هنا بيجي لك بقى المشكله اللي عندك، يعني المشكله اللي عندك المهاجم الحنان مش رزق، المهاجم الحنان اللي هو عايز يخلي زمايله يسجلوا معاه، لا ده مش رزق، ده ما بتحبوش خالص، لان مفترض ان انت راجل فيرود ما بتشوفش غير المرمى، كره اتلعبت لك شوط عم سيف، شوط عم سيف يا حبيبي، مش هنقعد نباصي احنا، مش هنعمل نفس مشكله رياض محرز في ماتش الجزائر وبوركينا فاسو لما قرر ان هو يباصي لبغداد بنجاح، كانت تخلص الماتش دي كانت تخلص برضه الماتش، 2-0 بدري تسهل عليك الماتش. الشوط الثاني كنت خايف ومقلق من فكره ان السيد موزه الكباري قرر ان هو يعمل جيم دفاعي، بس لقيت بصراحه ان المنتخب العماني بدا يخش في الجيم، منتخب محترم جدا، قدموا اداء محترم جدا الشوط الثاني، تصويبه بتاعه اللاعب العلوي، بص هي تصويبة قوية معاك، بس المعز احسن يطلعها، يطلع ابوها يا معلم. هتقول لي يا مصري انت بتتكلم عن المنتخب التونسي كده؟ اقول لك لا عزيزي، انا ما عندناش غير حراسة مرمى عندنا في منتخب مصر، احنا ما عندناش غير الشناوي بس وبنحط عليه الباقي في الملعب، فما تقوليش انها على احنا ما عندناش غير حارس مرمى اساسا، فلما اقول لك ان انت ناقص حارس مرمى صدقني عزيزي معلش، يعني عشان خاطر تقعد تقول كده يا الماتش ممكن يلعب على تونس ولا ايه؟ عشان يجي يوسف المساكني يقول لك انا مش اضافه بس ان انا بلعب جوه الملعب، شرط الكابتنه دي مش من فراغ، يوسف المساكني بيخلص لك المباراه بالهدف الثاني. نسكت بقى ونكمل بالمساكني؟ لا، نلعب مرتدات. هنا بقى بنفتكر السباك اللي بره، منزل لكباير بيقرر ان هو يتدخل بقى، يعني يوسف المساكني جايب جون في الدقيقه 66 تيجي انت مطلعه في الدقيقه 76، ده انت كفتاج يا اخي، يعني اللعيب اللي جاب لك جون ما تطلعوش، سيبه مكمل، سيبه نفسه اتفتحت، سيبه يكمل حبيبي، لا 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 نطلعه بقى ونلعب جيم دفاعي وننزل فراس بالعربي وننزل فخر الدين بن يوسف ونقرر نطلع حنبعل وننزل مكانه لعيب نص ملعب اللي هو معتز صدام او زيدام عشان هو بحرف الزد، وسعد الجري ينزل مكان نعيم السليطي، ويلا يا جماعه نلعب على المرتدات. اللي هو يا معلم الموضوع مش مستاهل كل الفيلم ده، انت الفرقه اللي قدامها خلصانه ومشفيه ممكن تجيب الرائد الثالث عادي وتخلص، لا 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 ينفع كده؟ ما ينفعش، احنا لازم ندافع. وطلع حنبعل في الدقيقه 89 اللي هو عاش يا سيمون زرع عاش، بس الراجل ده اكيد ورا حكايه، اكيد ورا تعيينه منتخب التونسي حكايه وحدوته، بس بصراحه موضوع حراسه المرمى وورثه من آلان جريس،
عشان ما نظلمش الراجل. بس في النهايه نقول لك الف 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 مليون مبروك للمنتخب التونسي ان هو قدر يتخطى المنتخب العماني، وان شاء الله باذن الله نعيش ونشوف المنتخب التونسي عنده ماتش سهل كده، يعني نشوف كده منتخب تونس ربنا يكرمنا ويقدم ماتش تحس ان ما فيش حاجه صعبه وما فيش حاجه اتعقدت، تحس كده ان الكوره بدات تمشي. اتمنى والله، بس ما اتمناش في ماتش مصر بصراحه، او مصر ممكن تكسب جولد، ما احنا كده كده معروفين ان احنا في الماتشات السهله دي تخاف مننا. بس احنا مش جايين نتكلم عن مصر، احنا جايين هنا ندي الشوت اوت للمنتخب التونسي ولاعيبه المنتخب التونسي اللي كانوا رجاله جدا، نحييهم ونحترمهم. الناس بتلعب من غير حارس ومن غير مدرب، يعني الجون نص الفريق والمدرب النص الثاني، واللعيبه بتقدم 30% بسم الله ما شاء الله 10 على 10. فال 30% اللي تقدر تكسب المدرب والحارس دول والتسقيفه تسقيفه يلا للصبح. وان عجبك الفيديو اعمل لي تسقيفه، وان ما عجبكش يقول لي يا اسطى بطل تزعق. ما بطلش معلش، انا القناه دي بتاعتي وزعق براحتي.